السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو الكور تاع ليزون شيميك. هذا هو الفيديو الثاني بالنسبة ليزون شيميك. الكور الأول شفنا فيه واحد الرابيل بالنسبة للأتوميستيك، داكشي اللي نحتاجو في ليزون شيميك. صافي، دونك اللي ما شافش الحصة اللي فاتت يمشي يشوفها لأنها ضرورية بزاف. سي تخي بيان. اليوم غادي نشوفو تيب دي ليزون شيميك. بالنسبة للناس اللي بغا يشاركوا معنا في الحلقة يلقاو المعلومات لتحت الخاص بالتمارين وليكزام. الوغ كوري ما عليناش، اليوم غادي نشوفو تيب دي ليزون شيميك. لا تيب دي ليزون شيميك يقدر يعطيوك البروف لا كيستيون دو كور، غادي يقولك دوني لا تيب دي ليزون شيميك. لي تيب دي ليزون شيميك ثلاثة د لي تيب. كاين أول حاجة وهو ليزون كونفالونت، ثاني حاجة كاين ليزون أيونيك، دونك خاصكم ضابط الشيء. ورابع حاجة وهي ليزون ميتاليك. سي تخي بيان. كونفالونت ايونيك ميتاليك، ثلاثة د لي تيب عندنا بالنسبة ليزون جيميك. دابا في هاد الفيديو غادي نشوفو ليزون كونفالونت. الوغ ليزون كونفالونت كينقسم حتى هو لأربعة عناصر. عندنا ليزون كونفالونت بيور، ليزون كونفالونت نورمال بارفي، ليزون كونفالونت نورمال بولاريزي، و ليزون داتيف. دونك هادو من أهم ليزون اللي غادي نتطرقو ليهم في ليزيكزارسيس اكسيتيرا، نستضفو معاهم في التمارين. ما عليناش، غنبداو قبل ما نبداو ليزون كونفالونت بيور، غادي نشوفو واحد الرابير بسيط بالنسبة لإلكترون نيجاتيفيتي. ألوغ الإلكترون سي بيان، إلكترون نيجاتيفيتي سي سامبلومون كنرمزو لها بالرمز، هذا الرمز هذا سي سامبلومون. ألوغ شو معايا، كل عنصر، كل عنصر، شوف معايا، كل عنصر، كل إليمون شيميك عنده واحد الإلكترونيكاتيفيتي معينة. إكزومبل، الإلكترونيكاتيفيتي نتاع الهيدروجين عندها واحد القيمة، والإلكترونيكاتيفيتي نتاع إكزومبل الكربون عندها قيمة، صافي، مختلفة. ألوغ إلكترونيكاتيفيتي ديال الهيدروجين عندها واحد القيمة وهي 2.1، الكترونيكاتيفيتي ديال الكربون عندها واحد القيمه هي 2.5 اكسيتيرا. صافي، يعني العناصر اللي كاينين في الطابلو بيريوديك كتختلف، دونك كتختلف الكترونيكاتيفيتي ديالهم. الو دابا خاصنا نعرفو في الطابلو بيريوديك شكون هي الكترونيكاتيفيتي الصغيره كبيره اكسيتيرا، فوقاش كتكبر، فوقاش كتعيا. ليكزومبل بحال هكا هكا هكا، سي تري بيان. دونك خاص يكون ديك ها، دونك يكون هنايا، دوك هنايا بلوك بي، بلوك سي، اكسيتيرا. هذا هو الطابلو بيريوديك ديالنا. شوف معايا، الا مشينا في هذا الاتجاه الالكترونيكاتيفيتي مالها كتكون كبيره. كيفاش نقول؟ هنا عندنا واحد العنصر ا طابلو بيريوديك، وهنايا عندنا واحد العنصر اكزومبل سي. دونك فان الالكترونيكاتيفيتي ديال سي كتكون كبيره على الالكترونيكاتيفيتي ديال ا. سي تري بيان. الوغ الى مشينا من تحت للفوق لا ميم شوز، الالكترونيكاتيفيتي مالهاش كدير، كتطلع كترتفع. نقولوا حنا عندنا هنايا عنصر ا وهنا عنصر بي اكزومبل، دونك فان الالكترونيكاتيفيتي ديال بي كتكون كبيره على الالكترونيكاتيفيتي ديال ا نتاع ا. سي بيان. الى مشينا في هذا الاتجاه هذا حنا طالعين شي سامبلومون، نقولوا هنا عندنا واحد العنصر نسميوه جي اكزومبل جي، فان الالكترونيكاتيفيتي ديال جي مالها كبر من الالكترونيكاتيفيتي نتاع ا. سي سامبلومون، هذا هو اللي خاصك تركز عليه نتايا.
سي سامبلومون الا مشينا من هذا الاتجاه كترتفع عليك الكترون نيجاتيفيتي، الا طلعنا لفوق كترتفع الكترون نيجاتيفيتي، مشينا هكا كترتفع الكترون نيجاتيفيتي. دابا السؤال المطروح، ما هو دور الالكترون نيجاتيفيتي؟ سي سامبلومون عندك واحد لاتوم، واحد الذره عندها واحد الالكترونيكاتيفيتي كبيره بزاف، دونك هذه عندها الاحتمال انها تكتسب الكترون، صافي عندها القدره انها تكتسب الكترون بسهوله. اذا كانت الكترونيكاتيفيتي نازله بزاف، دونك هنايا هذه تقدر انها تفقد الكترون، تفقدو تفقد الكترون بواحد السهوله. هذه هي الدور ديال الالكترون نيجاتيفيتي. سي تري بيان، شوف معايا مزيان، هذه الالكترون نيجاتيفيتي انا نرمزو لها ب او ان، الكترون نيجاتيفيتي. هذه هي الالكترون نيجاتيفيتي، دير واحد العنصر ا ولا بي، دونك بحال زيك ديال اش هيدروجين، قلنا انها كتساوي 2.1. سي تري بيان. الوغ نبداو باول حاجه وهي ليزون كونفالونت بيور. هكاك هنا ليزون كونفالونت بيور كتكون لا فارياسيون ديال الكترون نيجاتيفيتي ديال العناصر او بي، يعني دوك جوج لاتوم اللي بغا يديرو ليزون كيكونوا ايغال تقريبا زيرو. هكاك او بي يعني اش كيعني؟ شكون هي لو فارياسيون؟ يعني هنا القيمة المطلقة، القيمة المطلقة ديال لو فارياسيون. هاكاك نعطيو اكزومبل بحال الهيدروجين، هيدروجين كنشوفو لا كوش دو فالونس ديالو، لا كوش دو فالونس ديالو شتي راه شفنا في الحصة الفايتة لا كوش دو فالونس ديالو. دونك هذا هيدروجين راه فيه دايرة اتوم واحد، فيه الكترون واحد، يعني الكترون واحد اللي فيه، يعني لا كوش دو فالونس ديالو فيه الكترون واحد. سي سامبلوم الوغ جبناه بغينا ندير واحد ليزون مع واحد الهيدروجين اخر. سي سامبلوم الوغ الا جينا نشوفو الالكترونيكاتيفيتي ديال هذا، قلنا انها كتساوي 2.1، والالكترونيكاتيفيتي ديال هذا شحال كتساوي؟ 2.1. يعني لو فارياسيون ديال الالكترونيكاتيفيتي ديالهم يعني اش كتساوي؟ كتساوي 2.1 ديال لاطوم الاول ناقص 2.1، قلنا صافي شحال كتساوي؟ صفر. لو فاريسيون يعني حيت كدير الكترونيكاتيفيتي ديال ا ناقص الكترونيكاتيفيتي ديال بي عطاتنا صفر، دونك هذه كتدخل في ليزون كونفالونت بيغ يعني نقية. صافي اشنو كيديروا هادو؟ هذه كتعطي، هذه شنو كتعطي؟ كتعطي الكترون، وهذه كتعطي الكترون، كيديروا لنا واحد ليزون في الوسط، دونك ليزون الكترونيك كيجي هنا. هاو سي تري بيان، كيكون واحد ليزون الكتروني. التمثيل ديالو راه سي سامبلومون كاين اللي كيمثل بحال هكا، التمثيل ما كيمثل بحال هكا، اش كيقولك ليزون كتكون هكا بحال شرطة، كاين اللي كيدير دو بوان، كاين اللي كيدير دو بوان بحال هكا ويدير شرطة هنايا، دونك راه لا ميم شوز، التمثيل على حساب لي بروف ديالك شو كيفاش كيمثلو. سي تري بيان، ولا كاين اللي كيدير هكا وكيدير هكا، ضوي. الوغ المهم انه كيكون واحد ليزون، هذا كي سام بالالكترون، هذا كي سام بالالكترون، دونك هنا كنلاحظوا اشنو كيوقع، اشنو كيوقع هاد الهيدروجين هذا اش كيولي عنده؟ شحال من الكترون، شحال من الكترون كيكون عنده؟ كيكون عنده جوج الكترونات، بما انه جوج الكترونات يعني انه استقر، ولا بحال الهيليوم سي تري بيان، ولا بحال اش او، ولا عندو دو الكترون، هادو هما لي غاز غار. قلنا ان جميع العناصر كيحاولوا انه يوليو بحال لي غاز غار، صافي سي بخيبيا. شكون هما لي غاز غار؟ عندك الهيليوم، هادو خاص تكون حافظهم، عندو جوج الكترونات، عندك النيون عندو 10 د الالكترونات، عندك الارغون عندو 18 الكترون، عندك الكريبتون عندو 18 36 الكترون. سي بيان، مازال كريبتون كاين وراه الكزينون والراديو، كزينون والراديو. الوغ شحال عندو هذا؟ هذا عندو 54، وهذا
86 واش 86 دونك هذا واش 86. المهم هادو هما لي غاز غا هما اللي كيكونوا في الطابلو بيريوديك التوالي جميع العناصر اللي كيكونوا عندنا كيحاولوا انهم يوليو بحال هادو في الطابلو بيريوديك كاملين كيبغيو يديروا واحد ليزون بيناتهم باش يوليو بحال هادو. هادو كيبقاو مستقرين كيحاولوا انهم يوليو بحال لي غاز. داكشي اللي دار الهيدروجين مع الهيدروجين. دونك كيما شفنا الهيدروجين الاول ولا عنده جوج الكترونات ولا بحال الهيليوم، والالكترون الجوج حتى هو ولا عنده، هذا هو النياج الالكترونيك ديالو كيكون بحال هكا، وهذا النياج الالكترون ديال هذا حتى هذا عنده دو الكترونات. صافي سي بيان، هذا هو المعنى نتاع ليزون شيميك. سي تري بيان. نعطيو اكزومبل اخر بحال قلتي سي ال. سي ال شحال فيه من هذاك سي ال مع سي ال؟ هانتيا سي ال و سي ال. سي تري بيان، شوف معايا مزيان. سي ال شحال فيه؟ فيه 17 الكترون. سي تري بيان. الوغ الا بغينا نديرو لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو، هادشي راه شفنا الحصه الفايته. الله يرحمها ديما شاف الحصه الفايته، يمشي يشوف الحصه الفايته، كنشوفو اكبر اقرب غاز غاغلي قل منه قريب عليه، قل منه ماشي اكثر منه، قل منه قريب عليه، هو اللي عنده 10 الكترونات، هو النيون. ها هو النيون 10 الكترونات. وكنكملوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك نتاعنا، يعني تعطينا النيون 3 اس 2 و 3 بي، هذه 10 11 12 17 ناقص منها 12 5 5 سابع. يعني الا جينا نمثلو هذا اش عنده؟ هذا كنمثلو بواحد لاكاز عامره كامله سي بيان، وهذا كنمثلو بي، هاد بي كنمثلو باش بثلاثة د لي كاز. هادشي علاش قلت لكم الحصة الفايتة مهمة بزاف. دونك خمسة كنبقاو نعمروها، واحد ها جوج ها ثلاثة، وكنعاودو نرجعو ها أربعة ها خمسة. يعني شحال عندنا من إلكترون سيليباتير. إلكترون سيليباتير يعني اللي كاين واحد، ها هو هذا كيتسمى إلكترون سيليباتير، كنمثلو له بنقطة. عقلوا عليها، هذه هي لا كوش دو فالونس، هذه هي لا كوش دو فالونس، هي اللي كنمثلوها هنا، هذه هي لا كوش دو فالونس، هي هذه. صافي الوغ قلنا ان هذا كيتسمى الكترون ليبر، لانه ما عامرش لا كاز كامله، عامر غير واحد، يعني كيتسمى الكترون سيليباتير ياك. وهذا كتسمى بار الكترونيك ليبر، بار الكترونيك ليبر كتكون بحال هكا، ولا كتسمى دوبل ليبر، ولا دوبل ليبر على حساب لي بروف، كنمثلوها بلي بار. دونك هاد لاكاز كنمثلوها بار، هاد لاكاز كنمثلوها بار، وهاد لاكاز كنمثلوها بار. سي تري بيان. دونك حيت كنجيو التمثيل ديال السي ال، اشنو كتكون عندنا؟ شحال من بار؟ واحد جوج ثلاثة، عندنا ثلاثة د لي بار. ها هو البار الأول، ها البار الجوج، ها البار التالت. شحال عندنا ميك تخون سيليباتير؟ واحد. ها هو لا ميم شوز حتى هو، راه نفس العنصر. شحال عندنا ميك تخون سيليباتير؟ عندنا واحد. هادي بار، هذا بار، هذا بار. سي بيان. الوغ سي ال الثاني حتى هو عنده لا ميم شوز بالنسبه لا كوش دو فالونس. لا كوش دو فالونس هي اللي كتحكم، راه قلنا من اهم الحاجات في هاد ليزون شيميك هو انك تعرف تحدد لا كوش دو فالونس. واش اللي شفنا في اتوميستيك وشفنا في الرابيل ديال الفيديو الاول. سي بيان. دونك هذا هو سي ال، سي ال الاول، وهذا هو السي ال الثاني. اشنو كيديروا بيناتهم؟ كيدير واحد ليزون، هذا كيكون عنده واحد سيليباتير بار بار بار. اش كيديروا بيناتهم؟ كيدير واحد ليزون هاكا، كيدير واحد ليزون شيميك بيناتهم، حيت يكون ديما سيليباتير مع سيليباتير، ديما كيديروا ليزون شيميك، تيكون سيليباتير مع سيليباتير، ديما كيوقع واحد ليزون شيميك. سي تري بيان. الوغ تبع معايا مزيان، سي ال، سي ال في اللول حيت كان بوحدو، مازال دابا ما قلنا انه دار ليزون شيميك، ها هو بوحدو. صافي شحال كان عندو من الكترون؟ كان عندو 17. سي تري بيان. الوغ باش انه يستقر علاش كيقلب؟ واش خاصو يفقد 7 الالكترونات باش يولي بحال النيون، ولا يكتسب غير الالكترون ويولي بحال الارغون؟ كيحاول انه يكتسب، يدير واحد ليزون شيميك مع شي واحد، ولا يكتسب له واحد الالكترون باش يولي بحالاش؟ بحال الارغون، باش يستقر، باش يولي بحال لي غاز غاغ. سي تري بيان. هاكاك داكشي علاش كيجي مع السي ال. السي ال دونك هذا عنده النياج الكترونيك لا ميم شوز اللي عند هذا، النياج الكترونيك
هذا هو النياش قبل ما يديروا هادشي، قبل ما يديروا ليزون شيميك صافي. الوغ هذا كيتسمى ليزون كونفالونت بيور، لان الكترو نيجاتيفيتي ديال السي ال كتساوي لنا الكترو نيجاتيفيتي ديال السي ال، لا ميم نفس العنصر صافي. سي بيان، الا درنا الطرح تعطينا صفر، الا درنا الكترو نيجاتيفيتي ديال هذا ناقص الكترو نيجاتيفيتي ديال هذا، علقوا ان لو فارياسيون ديال الانيرجي ديال الكترو نيجاتيفيتي تساوي لنا زيرو. سي بيان، دونك اشنو غادي يدير؟ هذا غادي يساهم لنا بالكترون، هذا غادي يساهم لنا بالكترون سي سامبلومون ياك، وغادي يشكل لنا واحد ليزون شيميك صافي. اي نقدروا نمثلوها هكا ولا نمثلوها نتوما كيما كتمثلوها في ليكول، ليزون شيميك صافي. غير كيكون هاد النياج الكترونيك دونك كيكون لوست، هاد لي زيكترونات اللي جينا نمثلوهم دونك باش يكون داك الشيء باش تفهمو مزيان، هذا هو ليزون الكترونيك كيكون لوست، لان الكترونيكاتيفيتي متعادله صافي، وكيكون النياج الكترونيك تقريبا متساوي. دونك النياج الكترونيك الى جينا نرسمو، ها هو النياج الكترونيك ديال العنصر الاول هو هذا، كيكون لا ميم شوز الجوج، ها هو هذا هو النياج الكترونيك. سي تري بيان، الى جينا نشوفو السي ال شحال ولا عنده، ولا عنده 18 الكترونيك ولا بحال النيو، و السي ال الجوج حتى هو ولا عنده 18 الكترون ولا بحال النيو، سي بحال الارغون، بحال الارغون. سي تري بيان، هذا هو ما يسمى بي بيور، النقيه يعني ليزون كونفالونت بيور. سي تري بيان، دابا نشوفو ليزون كونفالونت بارفي. الوغ نحيو هادشي، الوغ ليزون كونفالونت بيور، الوغ فهمنا القانون تاعها سي سامبلومون. القانون تاع بكل سهوله هو انه خاصو يكون لو فارياسيون ديال الكترونيكاتيفيتي ديال دوك جوج لاتوم خاصهم يكونوا ايغال زيرو. الوغ بالنسبه ليزون كونفالونت نورمال بيور خاصو يكون لو فارياسيون ديال الكترو نيجاتيفيتي ديال او بي القيمه المطلقه، اش خاصو يكون؟ خاصو يكون صغير من اش؟ من 0.5 صافي، اصغر قطعا من 0.5، وكاين لي بروف كيديروا اصغر ويساوي من 0.4 صافي. سي تري بيان، المهم هو انه كيكون محصور ما بين 0.1 والصفر. سي تري بيان، وهذا يقدر ندخلوه في البيور سي سامبلومون، لان كاين بعض لي بروف اللي كيسمي هاد الجوج هادو كيسميهم نون بولير، كيسميهم ليزون ليزون كونفالونس نون بولاريزي صافي، ولا نون بولير بحال نون بولاريزي ولا نون بولير. سي تري بيان، هادو كاين اللي كيسميهم نون بولير، كيقولك انه لو فارياسيون ديال الكترونيكاتيفيتي كتكون صغيره سي بيان من الصفر، كتكون كبر من الصفر، كبر من الصفر، وهذه بولر كتكون كبيرة بزاف شوية على الصفر اكسيتيرا. دونك حنا نكملو الكور ديالنا ما عليناش، قلنا ان كاين اللي كيسميها او بي كيجمعوهم كيسميهم ليزون كونفالونت نون بولر، عقلوا عليها نون بولر. دونك الا كان حاطها لكم البروف في الكور ولا شي حاجة باش ما تخربقوش ما عليناش. دابا حنا وصلنا ليزو كونفالونس نورمال بارفي، يعني كيكون لو فارياسيون كيساوي لنا 0.5. نعطيو اكزومبل بحالاش، بحال الكربون والهيدروجين. الكربون الهيدروجين الا جينا نشوفو الكترونيكاتيفيتي نتاع الكربون والكترونيكاتيفيتي نتاع الهيدروجين صافي، الكترونيكاتيفيتي ديال الكربون سي سامبلومون 2.5، الكترونيكاتيفيتي ديال الهيدروجين هي 2.1 سي بيان. الا درنا لو فارياسيون ديال الكترونيكاتيفيتي ديال الكربون والهيدروجين، الوغ نديرو لو فالور ابسولي، دونك هنايا لو فالور، دونك اللي سبقتي راه بحال عندك نفس النتيجه، لان كنديرو القيمه المطلقه صافي. حنا نقلبوها 2.1 ناقص 2.5، شحال هذا يعطيك؟ يعطيك ناقص
0.4 ولكن كاين هذا تعطيك 0.4، يعني 0.4 0.4 دونك ها هو ما فاتناش 0.5. دونك هذا اش كيتسمى؟ هذا كيتسمى ليزون كونفالونس نورمال بارفي. يقدروا لنا يديروا لنا واحد ليزون كونفالونس نورمال بارفي، سي بيان. الا جينا سي، سي شحال فيه الكربون؟ شحال فيه؟ فيه 12. لاش قريب؟ دونك المحيو هذا عنده جوج الكترونات سيليباتير. الكربون كيكون عنده جوج الكترونات سيليباتير. عنده 14 هنايا، سي بيان. عنده جوج الكترونات سيليباتير، هذا عنده الكترون سيليباتير. حنا واش قلنا؟ حنا بغينا الكترون سيليباتير. دونك اشنو كيديرو؟ كيساهم هذا بالكترون، هذا بالكترون، كيجي هنايا هادو كيعطينا واحد ليزون كيميك. صافي، سي سامبلومون لا ميم شوز. هذا كيتسمى ليزون، هاد ليزون هادي اللي ما بين سي و سي كتسمى ليزون كونفالونس نورمال بارفي. صافي، ليزون كونفالونس نورمال بارفي، سي تخي بيان. هاكا كي جينا نمثلو الكربون، الكربون اشنو غادي يكون؟ عندك الهيليوم عنده 6 ياك، ماشي 12، 6. الهيليوم عنده 2، وعندك في 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 لا كوش دو فالونس، لا كوش دو فالونس هذا 2، يعني بقات 4، 4 في لا كوش دو فالونس، يعني 2 اس 2 و 2 بي 6. صافي، يعني الا جينا نمثلو غادي يعطيك لا كاز، هادي عامره، هادي عامره، وهادي كتكون فيها غير جوج، واحد جوج. شحال عنده من الكترون سيليباتير؟ عنده جوج. ها هو هذا الكربون عنده دو الكترون سيليباتير، وشحال من بار عنده؟ عنده وحده. ها هي، دونك حنا كنهضروا غير على واحد سيليباتير، وهاد الهيدروجين عنده سيليباتير وحده، دونك غادي يدير واحد ليزون بيناتهم، سي بيان. وهذا عاوتاني غادي يقلب على هيدروجين اخر باش يدير معاه سيليباتير، باش يدير معاه واحد ليزون، سي سامبلومون. المهم هاد ليزون هادي اشنو كتسمى؟ كتسمى ليزون كونفالونس نورمال بارفي، لان حسبنا لو فارياسيون ديال الانيغي ديال الالكترونيكاتيفيتي، لقينا انها 0.4، يعني اقل من 0.5، سي بيان. صافي، هادي كتسمى ليزون كونفالونس نورمال بارفي، سي تري بيان. الو محيو هادشي، هادشي كيتعطى بزاف في لا كيسيون دو كور، هادشي كنقراو دابا، سي تري بيان. الو غنشوفو دابا ليزون كونفالونس نورمال بولاريزي. بولاريزي سي سامبلومون كيكون شويه كبير، كتكون كيكون النياج الكترونيك ديال واحد لاطوم كبير شويه على النياج الكترونيك ديال لاطوم الاخرى. الو نعطيو اكزومبل باش نفهمو مزيان. اكزومبل بحال الاش هيدروجين والسي ال، سي ال سي بيان. الو السي ال شحال فيه؟ السي ال قلنا انه فيه 3، الكترونيكاتيفيتي ديال السي ال كتساوي 3. الكترونيكاتيفيتي ديال اش الهيدروجين شحال كتساوي؟ 2.1. دونك الا درنا لو فارياسيون ديال الكترونيكاتيفيتي ديال الهيدروجين والسي ال شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 2 ناقص 3، تعطينا ماشي 2، ماشي 2، 2.1، 2.1 سي بيان، 2.1 هكاك ناقص 2.1 ناقص 3 شحال تعطيك؟ 0.9، 0.9 سي بيان. الوغ القانون ديال هذا اشنو خاصو يكون؟ خاصو يكون لو فارياسيون ديال الالكترونيكاتيفيتي ديال او بي خاصو يكون محصور ما بيناش، ما بين 0.5 0.5 و1.9، 1.9. وكاين لي بروف اللي كيدير 1.7، وكاين 1.8. دونك انت شوف على حساب هذاك شنو عطيكم البروف. هنا راه 1.9، عرفاش كتبان لكم هاد البارتي ولا لا؟ المهم 0.5 1.9 سي بيان. عندك 0.9 محصوره بيناتهم، دونك هذا داخل في ليزون كونفالونس نورمال بولاريزي، يعني بولار. علاش كنقولوا بولار؟ يعني اقطاب، حيت كنهضروا على اقطاب، كنهضروا على واحد الشحن، شحن موجبه عنده واحد القطب، قطب موجب قطب سالب اكسيتيرا. دونك الشيء اللي نشوفوا
في واحد ليكزومبل نشوفو النيت هذا اقطاب الوغ شوف معايا عندك نديرو حنا اون جينيرال كاع اون جينيرال ا و بي ا و بي صافي اون جينيرال هذا ا وهذا بي المهم ان النياج الكترونيك ديال ا كبير على النياج الكترونيك ديال بي صافي سي تري بيان يعني ان الالكترو الكترونيكتيفيتي ديال ا كبيره على الالكترونيكتيفيتي ديال بي صافي وكيحقق هاد لو كونديسيون هذا لو فاريسيون كيحقق هاد لو كونديسيون سي تري بيان الوغ ها شنو غادي يدير هذا غادي يساهم لنا بالكترون وهذا غادي يساهم لنا بالكترون ولكن ماشي غادي يجيو الوسط كما العاده كما كنا كنديرو في هاد الجوج كيجيو الوسط دونك كيكون النياج الكترونيك ديال هذا كيساوي النياج الكترونيك ديال هذا كنرسمو بحال هكا النياج الكترونيك لا نو هادي لا هكا كيكون شوف معايا مزيان عندك ا آه كتساهم بالكترون وي ولكن كتجبدو جهتها ولكن ما كتاخدوش كتجبدو جهتها ولكن ما كتاخدوش وهاد الكترون هادي اللي ساهمت بهذا كتجبدو جهتها ها هو جبدات جهتها وها هي بي كتكون شويه بعيده نقول لك اكزومبل هنا ها هو هذا ليزون كيميك صافي سي تري بيان الوغ المهم النياج الالكترونيك اللي جينا نرسموه ديال هاد لاطوم كامله كيكون بحال هكا كيكون بحال هكا صغير كيكون صغير في بي كيكون صغير في بي ياك كيجي ال ا وكيكبر سي بيان حيت كيكون النياج الالكترونيك كبير يعني كيكون هذا الشحنه ديالو مالا شحنه سالبه يعني الاقطاب هنا هادو الاقطاب هادو باش كنرمزو لهم كنرمزو لهم بعدا موان كتكون سالبه موان وهنا كيكون عندنا واحد القطب موجب كاو بلس سي بيان ولكن ماشي كنديرو شحنه سالبه ماشي كيولي عنده شحنه سالبه كيولي عنده موان بلس ما كياخد اي الكترون ما كياخدوش هاد ا ماشي يحضر الالكترون لبي ما خدالوش غير كحزو جيتو كحزو جيتو ما بقاش في الميليو صافي كحزو جيتو دونك هذه هي لا شارج بالنسبه لهذه بارسييل لا شارج بارسييل كتسمى هذه لا شارج بارسييل نيجاتيف وهذه لا شارج بارسييل بوزيتيف كتكون عنده لا شارج بارسييل بوزيتيف وهذا لا شارج بارسييل نيجاتيف سي سامبلومون هذا هو على سما قطب على سما بولاري بولار بولار يعني اقطاب يعني قطب هذا عطى قطب وهذا عطى قطب كيما كنشوف موجب وهذا سالب علاش هذا سالب لانه عنده الكترونيكاتيفيتي كبيره سي سامبلومون هادو يقدروا يحط لكم في الكيستيون دو كور ما عليناش غنشوفوا اخر حاجه وهي نزربيو شويه راه طولنا الوغ كما قلنا تطرقوا لاخر بارتي وهي ليزون داتيف ليزون داتيف غنشوفوا واحد الاكزومبل بسيط وهو اش 3 او بلس كيفاش كيتكون هاد اش 3 او بلس راه بليزون داتيف كيفاش شوف معايا مزيان غنبداو بالاكسجين او شحال فيه من الكترون فيه 8 الدراري صافي 8 الكترون الى جينا نشوفو لا كوش دو فالونس ديالو 8 قريبا نديرو الهيليوم شحال يبقى لنا جوج يعني بقاو لنا هنا 6 يعني جوج سي 2 دونك شحال بقاو 4 جوج بي 4 سي بيان الى جينا نرسموهم دونك هادو بالنسبة لاكوش دو فالونس هادي هو كيتحك هاكاك هادشي راه درناه الحصة الفايتة وراجعناه دونك راه ماشي شي حاجة لي مفاهمينهاش كنقسم هاد بي إلى تلاتة عندها أربعة واحد جوج هاد تلاتة وكنبداو في هادي أربعة شي راه شرحنا سي تخي بيان شحال عندو هذا أش عندو واحد واحد وعندو إلكترون سيليباتير وهذا إلكترون سيليباتير هاكاك شوف معايا الهيدروجين أش شحال عندو عندو الكترون واحد يعني عندو الكترون واحد سي بيان هاك يعني عندو الكترون سيليباتير سي بيان الهيدروجين جاوش عندو الكترون سيليباتير هاك شو معايا مزيان اشنو كيوقع هنايا هاد اش 3 بلس كيفاش كتكون الوغ شو معايا مزيان وكتكون عندنا اش بلس اش بلس كتكون عندها الكترون خاوي واحد كاز خاوي صافي ما كاينش عندها الكترون لان درنا بلس حيدنا لها الكترون سي مي هاد الثلاثه هاد ندمجو مع اش مع او باش يعطيونا اش 3 او بلس شو ما هي مزيان ها هي او شو ما هي مزيان ها هي او نبداو بها شحال عندها من شحال عندها من هذاك من بار عندها جوج بار ها هو ها البار الاول ها البار الثاني
سي تري بيان. شحال عندها من الكترون سيليباتير؟ عندها جوج، ها واحد ها جوج صافي. هاد الالكترون سيليباتير الاول ديرو مع الهيدروجين الواحد، ها هو ديرو مع، ها هو درتو مع الهيدروجين سي بيان. هاد السيليباتير ديرو مع هيدروجين اخر، ها هيدروجين اخر سي دي بيان. ولكن هنا راه عندنا اش 3 او بلوس، اش 3 او بلوس يعني شحال من اش؟ عندنا ثلاثة الاشات هنا راه هي جوج، فين راه الاش الاخرى؟ هاي هنا فين غادي يوقع لنا ليزون داتيف. اش كيكون عندنا اش بلوس؟ اش بلوس دونك راه ما عندها حتى الكترون، كتكون كاز خاوية. شنو كدير هاد الكاز خاوية؟ هذا دارنا ليزون مع هذا، وهذا دارنا ليزون مع هذا. اشنو كيدير؟ كتجي وحده من هاد لي كاز هادو، من هاد الكاز هادي. اش كدير؟ كتعطي الكترون لهذا وكيديروا ليزون الكترونيك، كيديروا ليزون الكترونيك، كتعطي الكترون له كيديروا ليزون الكترونيك، دونك كتولي عندنا الكترون الكترون. هذا هو اللي كيتسمى ليزون داتيف، يعني كتكون عندك واحد ا كيكون عنده لا كاز خاويه، و بي كيكون عنده لا كاز ديالو عامره، كيساهملوا بواحد الكترون باش يديروا ليزون كيميك. هذه هي كتسمى ليزون داتيف سي تري بيان. دونك هذا عنده اش يعني ما عنده حتى الكترون، كيساهم كيعطي له سي سامبلون، وكيعطيونا اشنو كيكون لنا هنا. راه نحيو هادشي. دونك من بعد اشنو كيدير؟ هذا كيكون عنده واحد لا كاز خاويه، كاز خاويه، دونك هذا كيسلف له الكترون، كيحطو له هنا وكيديروا ليزون بيناتهم. دونك اشنو كيرجع؟ ولكن تبع معايا، راه اش بلس اش كيرجع؟ كيرجع ها هو او، وهذا شنو حيت عطى لهذا الكترون كيرجع، كيرجع واحد ليزون بيناتهم، ها هو اش، وهذا حتى هو غادي يكون مع اش، وهذا مع اش سي تري بيان. ولكن رصا الشحنة اش تكون هنايا؟ غتكون بوزيتيف. هاهي عندنا اش بلس سي تري بيان، هنا تكوننا اش 3 او بلس بليزون داتيف. هادي كتسمى ليزون داتيف. نتمنى انكم تفهمتوا ليزون داتيف. ليزون داتيف هو كيكون عندك واحد لاكاز، كيكون عندك واحد ا، واحد العنصر ا عنده لاكاز خاوية صافي، ما عنده حتى الكترون في لاكاز ديالو، وكيجي واحد العنصر بي عنده واحد لاكاز عامرة، كيعسلف له الكترون وكيديروا واحد ليزون بيناتهم صافي، كيسلف له الكترون كيدير واحد ليزون بيناتهم. بما انه سلف له الكترون دونك تكون الشحنه عندنا هنايا تكون بوزيتيف، لانه فقد هاد او، هذا فقدنا الكترون، فقد الكترون وعطى الهيدروجين، دونك غادي يولي هنايا الشحنه ديالو موجبه. الوغ نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان، الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي ديال ليزون كونفالونت بالنسبه ليزون شيميك.